بداية أخبار كرة اليد من طبعا الفريق الأول لكرة اليد في نادي الزمالك اللي بيواصل التدريبات على صالة النادي استعدادا للسوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية. الفريق رجع التدريبات امبارح السبت بعد الراحة القصيرة اللي حصل عليها الفريق يوم الجمعة بعد التتويج بكأس السوبر يوم الخميس اللي فات والفوز على النادي الأهلي. الفريق هيتدرب بكرة الحد وهياخد راحة يوم الاثنين، بعدها هيرجع للتدريبات لحد السفر للنايجر بإذن الله لخوض السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي يوم 8 مايو، وبعدها المشاركة في كأس الكؤوس الأفريقية. كل التوفيق ليهم إن شاء الله ويقدروا يحققوا البطولتين ويرجعوا يعني مفرحين كعادتهم، لأن هم دايما صناع السعادة وهم دايما الكوماندوز وهم دايما اللي يستاهلوا أنهم يكونوا على قمة البطولات المحلية وكمان على قمة البطولات الأفريقية وعلى عرش أفريقيا للأندية بالتأكيد.